على مدار تاريخ الجماعة الإرهابية كان العنف جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها منذ إنشائها، حيث أحرقت وقتلت وعاثت فساداً في سبيل تحقيق أطماعها السياسية. وبعد ثورة 30 من يونيو تصاعد عنف الأخوان من خلال تنفيذ عمليات إرهابية عديدة كشفت النقاب عن حقيقتها الدموية، حتى استطاعت مصر تطهير الدولة من براثنها.